أخيراً بدأ دوري كرة القدم. فريق الأشبال الذي أحرز 12 انتصاراً متتالياً خصم لفريق الكمال الذي بدأ تمرينات مكثفة بالتعاون مع لاعبي فريق البيسبول استعداداً للمباراة الكبرى. قريبا جدا، أي فريق سيتقدم ليتخذ مكانه في المباراة الختامية التي ستجرى في ملعب البلدية؟ أنا واثق بأن فريقنا الكمال لن يستطيع تحقيق هدف. فريقه سيفوز، أنا متأكدة. طبعا مستحيل، فهم لم يكسبوا مباراة رسمية واحدة حتى الآن. على أي حال أرجو أن يبذلوا جهدهم. أضرب مرحى كابتن أمين، مرحى. لدينا فريق تشجيع اليوم. مرحى مرحى للكمال. أشعر كأني منفعل قليلاً. مرحى للكمال. أشعر بأني سأدوخ، وأنا أيضاً أشعر بخوف. رامي انظر، إن علاء في الطرف الآخر. ارافقه ايضا. ابذل ما بوسعك. حاضر. لا تنسوا وعدكم لمقابلتنا. سوف نفوز. يظهر الان فريق الاشبال الذي يحتل المرتبة الثالثة في الدوري. هيا يا كرم سجل هدف. سوف يفوزون هذه السنة، وفريق الكمال ليس ندا لهم. مشهور عن فريق الأشبال بأنه لم يخسر مباراة واحدة أبدا، رغم أنها مباراة تدريبية. لا أدري أي لاعب سيؤديه فريق الكمال أمام اللاعبين المتمرسين. أرجو أن يتمكن لاعبو الكمال من اختراق دفاع الثمانية. لقد اقترب موعد بدء المباراة. مستعدون. ها هما الفريقان يؤديان التحية لبعضهما وينتشران في الملعب. يبدو لاعبو الكمال منفعلين قليلا، فهذه أول مباراة رسمية لهم، فهل يستطيعون إحراز نصر؟ نرجو لهم الأفضل. ما معنى هذا؟ إن فريق الأشبال يحرس مرماه منذ البداية. بدأوا بتطبيق خطتهم فورا. المقصود من هذه الخطة الدفاعية هو عرض قوتنا. هدفنا هو التغلب على فريق النمور في المباراة القادمة معهم. إننا على استعداد تام لفريق النمور.
فريق الكمال مجرد نقطة انطلاق لنا ضد النمور. ماذا تقول؟ تبلهم مغرورون. أنا مصمم على تحطيم الخطة الدفاعية. يحاولون اعتراضي. ما الأمر؟ لا يتحرك لاعبو الأشبال الاعتراض رامي، أم هل سيخترق لاعبو الكمال الدفاع القوية للأشبال؟ هاني سأخترق الدفاع. فريق الكمال يهاجم الخصم بعمق وخطة الدفاع الثمانية لا تستطيع سده. أنا سأهجم، هيا لنلحق به. هيا هذا غريب، هل هذه حقا خطة دفاع الثمانية؟ مرحبا يا الكمال، مرحبا يا الكمال. إنها مسيدة. مسيدة؟ أمر عجيب، يتقدم لاعبو الكمال داخل منطقة خصمهم ولا يحاول دفاع الخصم أن يدافع عن مرمى. لقد انتهى التمثيل الآن. كابتن خذ الكرة. هذا إذن تكتيككم؟ فلنعود. لهذا السبب كان سهلا أن نتعمق في منطقتهم. خذ الكرة يا كرم. لاعبا فريق الأشبال أمجد وكرم يقومان بهجوم معاكس. عماد وعادل سدا مجال التصويب. كيف تستطيعون أن تصدونا؟ كرم سيضرب الكرة. سجلوا هدفا نتيجة الهجوم المعاكس للاعبي الأشبال. قوة اللاعبين الاثنين هائلة ومدمرة. كان أمين بلا حول ولا قوة أمام الاثنين. لاعبو الكمال يثيرون الشفقة، هل يستطيعون القيام بهجوم معاكس ضد هؤلاء الاثنين؟ فقط لنتابع معا. كابتن لقد انخدعنا بتكتيكهم. لا بأس، المباراة في بدايتها. لسنا ضعفاء حتى نشعر بالهزيمة لمجرد تسجيل هدف. نعم، نحن على عكس الأشبال، قد تعودنا أن نكون متأخرين بإصابة أو اثنين على الأقل. سوف نسترد الإصابة الضائعة. هيا هيا. مرحى أيها الكمال كابتن. هيا يا لاعبي الكمال. بما أننا سجلنا هدف فقد كسبنا المباراة، حاولوا تحطيم دفاعنا إذا قدرتم. لا يستطيع لاعبو الكمال تحطيم دفاع الثمانية لفريق الأشبال الذي سجل هدفا. إنه دفاع قوي كجدار فولاذي. لاعبو الكمال يمررون الكرة حول دفاع الثمانية. إياكم أن تنسوا تمريناتنا معكم يوم أمس. ما الأمر؟ هل نحدق ببعضنا فقط؟ حتى لو لعبنا مباراة مثيرة فقد نخسرها لأنكم كالأغبياء. ماذا قلت؟ رامي مرر الكرة. رامي هاني لن يفعل شيئا لوحده، اتبعوه. خذها رامي. إنهم يلعبون بتهور بسبب التمرين مع فريق البيسبول.
تعمق لاعبو الكمال في منطقة الخصم ليحطموا دفاع الثمانية. سأسجل هدف. تقدم يا حارس المرمى. من الممكن أن يكون هذا؟ لن تفعل ذلك. إنهما لاعبان ماهران جدا، لا يستطيع لاعب الكمال صد هجمتهما. اللاعبان يتقاذفان الكرة، سوف يهاجمان. إنهما يقفزان. سوف أوقفه. الحبيب يقفز أيضا. كابتن، إن جسمه بخير كما يبدو. آسف، فلم أستطع صدهما كما يجب. لا عليك، الفارق إصابتان. من الصعب تسجيل إصابتين أمام دفاع قوي كهذا. فرصتنا الوحيدة أحبطها حارس المرمى. لم أتوقع من حارس المرمى أن يتقدم في تلك اللحظة. كل الكرات العالية يدعونها لحارس المرمى. ماذا تعني بقولك هذا؟ إن لاعبي دفاعهم قصار القامة، ألم تلاحظوا ذلك؟ معك حق، كنا متلهفين على الهجوم ولم نفكر بذلك. فعلا كابتن، من المحتمل ذلك. قد نستطيع اختراق خطة دفاع الثمانية. ربما استطعنا اختراق دفاع الثمانية. كيف ذلك؟ سترون. الشوط الثاني يبدأ الآن. النتيجة 2-0 لصالح الأشبال. هل يسجل الكمال هدفا؟ ماذا يحدث هناك؟ أرى تغييرا يجري في الملعب. لاعبو الدفاع والهجوم يتبادلون مواقعهم. عماد وعادل الطويلان يلعبان بجانب رامي. وائل وفاضل يدافعان عن المرمى. هذه هي الطريقة الوحيدة لاختراق دفاعهم. هل اكتشفوا سر دفاعنا؟ لقد عرفوا ذلك أخيرا، والآن سيحطمون سجل الأشبال. ماذا؟ سيبدأ الشوط الثاني والكرة مع الأشبال. ماذا سنفعل؟ لا عليك، اندفع. أمجد، سأخذها. اعتراض جيد، نتيجة تبديل المراكز قد أثمرت. لنبدأ بهجومنا المعاكس. هيا عماد، خذ. عدل، اعترض. رائع، إن دفاع الثمانية يتهاوى. هجموا الآن. تقدم يا حارس المرمى. أصابت الكرة يد حارس المرمى. ماذا سيحدث؟ ثلاثة لاعبين يندفعون نحو الكرة. المرمى مكشوف. تتجه الكرة نحو مرمى فريق الأشبال. لاعبو الأشبال يحطمون أنفسهم. يا للسخرية، دفاع الأشبال القوي يسهم بتسجيل إصابة في فريقه، وهكذا أصبح لفريق الكمال إصابة واحدة. على
تأمل. لم يبقى سوى صد اللاعبين بأجسامنا. عرف لاعبو الكمال نقطة الضعف في دفاع الثمانية. ستكون مباراة قوية جدا. لم يبقى سوى أن نصدهم بأجسامنا مهما كلفنا الأمر. هيا يا أمجد هيا. إذا سجلا إصابة أخرى ستكون مباراة عنيفة. أصبحت المباراة مثيرة. هوجم دفاع الأشبال في نقطة ضعفه وساعد في تسجيل إصابة المرمى. من كان يتخيل بأن المباراة ستتحول هكذا؟ هل يسجل الأشبال إصابة أخرى؟ الثنائيان أمجد وكرم يريدان التعمق في منطقة الكمال. هل سيقومان بهجمة خاطفة؟ سنصدهم مهما كلف الأمر. هيا التوأمين ممتاز. أحسنتما. رائع. الكرة الآن مع رامي. لا أحد يراقبه. إنه سريع جدا ويندفع إلى منطقة الأشبال. أوقفوه يا لاعب الدفاع. سيجعل النتيجة تعادلا. حنين. علاء. ألا تريدين مشاهدة المباراة؟ أخشى المشاهدة. لا تخشي شيئا، إنهم بخير ورامي من أفضل اللاعبين. إنها كرتنا، سأضعها في المرمى. حاول أن تمسك بها. حاول. الهدف الثاني. إنه التعادل. سيكسبون المباراة. سيكسبون. نعم، وفريق الكمال هو المسيطر بالشوط الثاني. رائع. كابتن، لم نقدر خصمنا التقدير السليم، والآن علينا أن نسيطر لنقوم بهجوم معاكس فورا. المفروض أنه تكتيك سري لهزيمة فريق النمور، لكن ليس بيدنا حيلة ولا نستطيع إبقاءه سرا. لن تسجلوا مرة أخرى. سوف نسجل، سترون. وما هذا؟ إن دفاع الأشبال يتقدم. تخلى لاعبو الأشبال عن دفاع الثمانية وجميع اللاعبين يهاجمون الكمال. لا تخافوا، عليكم مواجهتهم جميعا. لاعبو الأشبال يحيطون بمرمى الكمال. سوف نكشف عن خطتنا السرية لهزيمة النمور. لاعب الأشبال الكرة كالقذيفة. هل سيصمد فريق الكمال؟ يبدو أن الجدار الحديدي للدفاع قد تحول إلى الهجوم. لا بد أنها ثمرة تدريبهم السري بالتأكيد. هل هناك هجمات أشد من هذه؟ لاعب الكمال يتساقطون الواحدة والآخر. مرحل الكمال. إنها الأخيرة. هيا الآن. يصد أمين الكرة ببطنه لكنه سيقع داخل المرمى. كابتن. أحسنت يا أمين. الكرة مع لاعبي الكمال. نجحنا.
سنجري تبديلا، رقم 12 سيحل محل رقم 5. انا زرزور اللاعب الاحتياطي سيحل محل بسام. الكابتن يرغب ان تساهم في نصرنا. زرزور سيلقي الكرة الآن، بقيت أمامنا دقيقة واحدة، يجب أن أساهم في النصر. رامي زرزور تحرك. رامي يقفز إلى الأمام، زرزور على وشك رمي الكرة. رامي زرزور يرمي الكرة بكل قوته، وكل لاعبي الأشبال قد تقدموا للهجوم، لذا بقي مرماهم فارغا، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لفريق. حارس المرمى يقفز. أخرج حارس مرمى الأشبال الكرة بلقبة من يده، الكرة عالية أمام المرمى. بقيت 15 ثانية على انتهاء المباراة، الوقت ينفذ. عماد رامي جاهز. سأمنعك، لن تتخطاني. إنها خطوة رائعة. هذا هو أول انتصار رسمي لفريق الكمال. نعم فزنا. نعم كسبنا المباراة. إنهم رائعون. اسمعوا تصفيق المشاهدين، الانتصار الرسمي الأول لفريق الكمال منذ تأسيسه، لا يسعني سوى البكاء فرحا. لقد سافر لاعبو الكمال وتغلبوا على مصاعب كبيرة. أحسنتم أحسنتم يا لاعبي الكمال، إنكم فعلا فريق رائع، تستحقون الفوز. البحارة فريق يعتبر الأمواج خصما له، ولديه حارس مرمى يلقب بالسمكة الطائرة. إنهم فريق قوي وعنيد، كيف ستكون المواجهة مع فريق الكمال، وخاصة أن المباراة بينهم هي مباراة القوة بالقوة؟ هل يستطيع فريق الكمال بقوته الفوز؟ سنرى أحداث هذه المباراة في الحلقة القادمة.